رسالة إلى الله سبحانه وتعالى. نحن في شوق إليك لسماع آخر أخبارك يا الله. لم نعد نسمع عنك شيئا منذ أكثر من 1400 سنة. عسى ألا يكون قد حدث لك مكروه. عسى ألا يكون قد حدث لك مكروه. نحن قلقون جدا عليك. الكثير من الشائعات قد انطلقت تزعم أنك غير موجود، وأخرى تقول أنك موجود، لكنك قطعت الاتصال بنا وخاصمتنا لسبب غير معروف. لقد كثر عدد المتاجرين باسمك، كنائس ومساجد تحرق وتضمر فيها النيران، وأبرياء يذبحون باسمك، ومذابح تجري باسمك، ومجاعات في هذا العالم، ودماء تسيل، وكله تحت اسمك. وطوائف وأديان وملل فاقت 4000 تتصارع فيما بينها رافعة اسمك، كل منها تدعي أنها الحق وغيرها هو الباطل. فلماذا أنت ساكت يا الله؟ لماذا أنت ساكت؟ هناك تهديدات بحروب نووية، وتم غزو بلاد باسم هذه الحروب وباسم أسلحة الدمار الشامل وغيرها من الأسماء. فأين هي تدخلاتك العجيبة التي كنت تقوم بها في السابق؟ في السابق كنت لا تهمل ولا تمهل، كنت إلهاً طرزانياً سوبرمانياً تقتص لحظياً من الكفر والفزقة، تغرق هنا تخسف هناك، تسحق هنا تهلك هناك. فماذا حدث لك الآن؟ أين هي جيوشك من الملائكة؟ أين وحيك؟ لا تزعل مني يا الله، إن كنت موجوداً وتقبل الرأي والرأي الآخر فاظهر، اظهر لنا. بصراحة هي الرسالة أنا حبيت أوجهها، وصلتني من صديق، وهي منقولة من شخص أنا تصرفت فيها كمان بشكل بسيط، رسالة لله إنه يظهر. كفاك يا الله اظهر، الناس عم تموت، الناس عم تندبح، الناس ما بقى فيها تتحمل الجوع والعطش والحرمان من الحبايب، من قتل وتدمير. اظهر يا الله، فرجينا عدالتك إن كان هناك عدالة، إذا كنت ترغب إنه الناس تحبك. اظهر يا الله، قطعت وصلك فينا من 1400 سنة وما عاد تطلع بأي رسالة جديدة. بدنا رسالة تلائم العصر، رسالة تقنع العقول المشككة فيك حتى يبقى رونقك زاهي ويبقى اسمك عالي. اظهر يا الله اظهر. على كل حال أشكر كل الأصدقاء اللي استمعوا لهذه الرسالة، وأتمنى لكم كل الخير. إلى اللقاء.